تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف في 7 مساء لقاء مؤجلا من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك. يدخل الزمالك المباراة في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، في حين يحل الأهلي بالمركز 9 برصيد 21 نقطة من 20 مباريات.